عرفتيش لي ميكانيسيانة عامرة لاكليس مسخة مجرت لها كلشي كيضحك عليك وديت تشوهي بيا انايا. انا ما كيهمنيش الناس، حنا ديال رجال ماشي ديال العيالات. راني عرفت صراحة ديال رجال ماشي ديال العيالات، شرفنيش نتزوج بوحده ميكانيزيانه كلها هانية الوالدة. هاودي منك خاصختها رضا، ما خلات عام كتهضر عام كتضحك نهار كامل دير في الطوموبيلات مع الرجاله. يا الناس ضحكتي بيا الجيران صحابي كيضحكوا عليا، كيقول لي مارتك اللي كنتي غتزوج بها شو كيديرة عامرة لاكريس، كلشي كيضحك عليا. بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع. ما كيفاش؟ صراحه انا بغيت نخدم. ماشي مشكل، انت عارفه انا ما عنديش مشكل في الخدمه، خدمي مع راسك. انا عارفه ما عنديش مشكل في الخدمه، ولكن دابا راه هاد الخدمه بحال كيفاش نشرح لك، بحال شويه تقدر ما تعجبكش. شنو هي الخدمه؟ شي خدمه خايبه ولا شنو؟ لا لا ماشي خايبه، بالعكس خدمه ديال الحلال وخدمه مزيانه وميكانيسيان. شنو هو؟ ميكانيسيان؟ وشي مسطي ولا شناهو باغي تخدمي ميكانيسيانه؟ هذيك خدمه راه ديال الرجاله. واش انت راجل؟ نهضر بشويه، راه واخا ديال الرجاله راه عادي، راه فلوس الحلال هذوك ماشي فلوس الحرام. واش عرفتي شنو ميكانيسيانه عامره لاكريس مسخه مجرت لها كلشي كيضحك عليك وديت تشوهي بيا انايا؟ انا ما كيهمنيش الناس. ها؟ انا ما كيهمنيش الناس، كيهمني انا. كيهموني الناس يبداو يضحكوا عليا يقولوا لي شو هذيك مرتو اللي غيتزوج بها شو كيديره كاع مسخه ميكانيسيانه. دابا انت كتشوف هضره الناس شنو كيقول، ما كتشوفش. سمحي لي بلا ما تضيع تعصبيني، الله يرحمك الوالدين، ولا غادي نمشي في حالاتي. لا لا هبقى خليني لا غادي نمشي في حالاتي وخليني غنشرح لك بعدا انت مالك ويلي، واش هي خدمه حرام ولا عيب؟ مدينه من دابا السلام مدام. لاباس عليك؟ خاسرك شي طوموبيل صوبه؟ لا والله صراحه انا ما خاسر لي والو. أه؟ هو انا بغيت نخدم عندك. لا 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 الخدمة ديال الرجال ماشي ديال العيالات. راني عرفت صراحة ديال الرجال ماشي ديال العيالات، ولكن انا هاد الدومين كيعجبني بزاف وكنموت على هاد الدومين ديجا قاري عليه. كيعجبك هاد الدومين عندنا ديال الميكانيك ديال الفخ؟ جات لي ما عنديش مشكل انايا. ما تخدمي انا مرحبا. حيت دابا راه كنمشي شحال من واحد مشيت عنده وما جابش الماء. مرحبا بك انا، مرحبا بك، دخلي للمحل، محل محلك بدلي الحوايج وخذي راحتك في المحل. شكرا. انا وايمن تاجر تاجر انت فين كتمشي؟ فين كتمشي؟ طنص نهار وتنحرف في رويده. شوف الدريه الداخل عتولي خدامه معاك فهمتي؟ دخل وري سويرتات وري داك الشيء ودعم القوارب ديال الحرفه. يلا سير يلا مالي صح راسك. الله يبارك. السلام عليكم. لاباس بخير؟ لاباس الحمد لله. المهم انت لبستي بدا ديال الخدمه وهذا ومرحبا ديك الساعه نجي نوري لخويا اختي السوارات. واخا مرحبا. شكرا. الله يودي مرحبا. هنا بديات؟ هنايا. مزيان؟ لاباس الحمد لله. كي غادي مع الخدمه؟ ولفتي شويه المحل؟ ضروري ضروري شغنديرو الحمد لله، تعلمت شويه. ايوا مزيان، خدمي.
خاصة داك شي حاجة قولها ليا. ولا بغيتي نوريك شي حاجة قولها ليا نوريك. واخا خويا الله يخطيك. صافي هاكا نبغي. شكرا. خدمي دابا خدمتك. السلام عليكم. كدير معلم بخير؟ مرحبا خويا. اش لاباس؟ الله يحفظك. عندي واحد المشكل في لومبرياج قاصح ليه ما كيدورش. عندك مشكل بسيط ياك شي معلم؟ الله يحفظك. سي شوف داك الخدام راه يصوبك المسيح صافي اللي هي عليك صوب الطنوب صافي. الله. السلام عليكم. اش هاد الحالة؟ اش هاد الوسخ؟ هاد الوسخ مالو كيف جاي؟ انت عارفني انا هاد الدومين كنموت عليه وكيعجبني بزاف وكنعطيه فيه. انا دويش معاك ديك المرة قلت لك هاد الخدمة ما تخدميهاش، هاد الخدمة ديال الرجالة ماشي ديال الدريات. شو حالتك كي دايرة؟ انا ما يشرفنيش تكون كنعرف شي درية بحالك موسخة. شو حالتك كي دايرة؟ ياك دابا هاد الهضرة هادي تسكن هادي هاد الخدمة ديال الحلال. شو انتك كي دايرة؟ شو اللي كنيس؟ شو وجهك كي داير؟ شوفي من اليوم ما تعرفيني ما نعرفك. انا كنقول لك خوفي لله باش تعقر فيا من هاد الخدمه. مالك جاي تخدم بالحلال نتوما ديما كتبغوا الحرام. انا غنخدم وغنوصل وغنوريك هادشي كامل اللي كدير فيه. لاباس. مالك ماشي ياك؟ ماشي ياديك. ماشي ياديك من طبيعه الحال نكون ماشي ياديك. انت كديرها زوينه راه كديرها زرقاء. مالك الواليده؟ هذيك خالتي ديك الميكانيسيانه اللي كامله موسخه حوايجها من الفوق حتى لتحت ونهار كامل تهضر مع هذا وهذا 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 وهذا. جاتني خباره دوي ما حشمتي ما رأيتي بغيتي تتزوج بها ما لقيتش عايا. انا الواليده خليني انا نهضر معاك. ديك المره قالت لي قلت لها شوفي هاد الخدمه راني ما باغيهاش واليوم لقيتها بالصدفه واللي تلاقيش معاها كيقولها ليا. ولكن صافي قطعت معاها العلاقه الوالده. انا ما يشرفنيش نتزوج بوحده ميكانيسيانه كوني هاني يا الوالده. ها ودني منك ها السخط هرضى ما خلات معاها ملي كتهضر معاها ملي كتضحك نهار كامل دير في الطوموبيلات مع الرجاله ما حشمتي ما رأيتي. ها ودني منك انا قلتها لك الوالده ما رضاش وحده موسخه ويدها كاع يديها عامرين كلشي عامر. تانا الوالده راه ما يشرفنيش نتزوج شي وحده بحال هادي. شوفي ليا ولا والده شي وحيده زوينه من ذوقك انتيا. ايوا هكاك نبغيك هكاك تكون ولدي وانا اللي غنقلب لك على المراه. صافي صافي الوالده انا اللي قلتيها نديرها. ايوا صافي كون هاني من هذا الموضوع غنهنيك. غير ضيع عليا. سير الله يرضي عليك وبالحق ما ديرش داكشي اللي ما كنبغيش. لا كوني هانيه. صافي موجوده ليا شي شيوه زوينه موجوده ارى ليا الوالده. انا غنوض باش نضحك دابا. الله عليك حمزه شنو بغيتي؟ وانت شنو خليتيني هكا داويه راسي؟ شو هاد الحاله اللي فيها عجبك؟ انا من الحاله كيفاش جات؟ قالك حاله مزيانه وما ما كندير شي حاجه خايبه ولا شي حاجه. ضحكتي فيا الناس ضحكتي فيا الجيران صحابي كيضحكوا عليا كيقول لي مرتك اللي كنتي غتزوج بها شو كيديره عامره لا كريس كلشي كيضحك عليا. عادي كلشي كيتمسح من تحت لا كريس عاد فين جات عندك عادي. وهاد الخدمه راه ديال الرجاله واش انت راجل؟ وراه انت امراه دريه الانوثه فينا هي؟ انا عارفه هادشي انا عارفه. انت عارف انه داك الخدمه زاد عليا من الصغر وانا كنحب الميكانيكيه. لا ما تبقاي تغني عليا من اليوم ما تعرفيني ما نعرفك ونساي سميتي الله يرحم لك الوالدين. انا كنقول لك اخر مره تبقاي تجي عندي ولا غادي نولي خاسر معاك اشرح. الله يعاونك. علاش تلوم قلبي اللي هواك وبغاك بالجنون.
على شكلو قلبي اللي هواك وغاك بجنون وغادي تندم عليا بزاف غيفوت الفوت هلا رجع واخا تتأسف قلبي غيمو وليدة شي فين كنتي دابا سكت سكت عليا نقولك ماك اشنو قلت لك مؤخرا قلت لي تجيبي لي عروسه بدل هذيك الميكانيسيانه ايوا رانا جبتها لك ما عندي شي فلوس وي لحس كنت ملعقه والله انا راك عارف خليتها على قبل ما عندها حتى ريال ولات مجلخه ميكانيسيانه ايوا شنو مسخت على خلاتها هي انت ندخلوها للدار فين هي فين هي انا غادي غنعيط لك عليها ونجيبها نشوف كل مصوعه ونقول لها يلا نخرجوا وديها خرجها وهضر معها فهمتي وضحك معها راك عارف نبر وصيت الهام الهام نعم خالتي تعالي يا بنتي السلام عليكم كيف لاباس بخير الحمد لله الحمد لله مرحبا بك ولدي تشرفين شرفين مرحبا بك اختي يخليك تبارك الله عليك الوعيده ايوا كي جاتك شي ديال الزين كي جاتك العروسه ديالي لا لا زوينه تبارك الله منوره تبارك الله العينين هما هذوك الحجبان هما هذوك لفويين ايوا شو السالف تبارك الله والحمد لله على كل حال ايوا خميس وخميس الله يخليك ليا الوالده الوالدة انا نوض نخرج يلا هو نوض شنو نديرو شي كافي انت عارف ولا بعدياتنا واخا الوالدة خليتك تهلا بلا ما نصيف سلامة الوالدة يلا سلام وتخليني هربا في البابور واش ندير لموي ما دعيلي بالخير قالت لي يما في عيني ولدي ما تروحش وتخليني هربا في البابور واش ندير السلام عليكم اخويا ايوب من فريده كي داير بخير الله يحفظك صحه مزيان الله يكبر بيك مالك عم رايحين في الطبيعه الزوينه كنتغرباو وكنفكروا صار وحقه حبك اش من حب برك عارف ود عمك عنده الحب بزاف حتى صاحبتك صاحبي اللي كنتي كتبغيها وكتبغيك شكون هي اشراق اه مالها ولات لاباس عليها ويلي وحق الله الطوموبيل الدار العيبات ترى بزاف الصاد اوه وحق الله ماشي هي هذيك ماشي هي هذيك والله الا هي لا لا اخويا ضيعتيها وحق الله حتى ود عمك ما ضيع ما والو حتى ديك راه كتموت عليا حتى غادا تشوفني غادا تدوخ وسير بيلي ود عمك هذيك الحب الاول الحب الاول لا ينسى انا نمشي عنده وغنبين لك غتموت عليا وغتعنقني ملي غتشوفني واي تفرج تفرج هذا في الافلام الهنديه لا المغربيه تفرج يلا سير نشوفو حبيبه ديالي اشراق كيفاش حبيبه ديالي ويلي ما عرفتينيش شنو هي اصلا هاد الحبيبه ديالي شنو هي انا راه حمزه الحب الاول والحب الاول لا ينسى ياك سيدي ملي انا كنت كنطلب فيك شحال هادي وكنت كنبكي عليك الحب الاول فين كنتي ديك الساعه بصراحه راه كنت غالط وبقاو الناس كيصدعوا لي في راسي والشيطان لعب بيا وجيت نطلب منك السماحه بغيت نرجعوا انا وياك كما الاول وانا معاك حتى الموت واش انت كتضحك عليا ولا كتضحك على راسك غير انا غير شرح ليا انا قلت لك جيت نطلب منك السماحه انا راه باقي كنبغيك وافتقدتك هذه المده الطويله كامله اللي ما بقيناش مع بعضياتنا هذا حسيت بواحد النقص كبير خاص هاد الهضره لي بخير وتعقل ما تقصد علي راسي وتبقى تقول ديك الهضره شحال هادي كنتي كتقول لي انا ما كيشرفنيش كيشرفنيش مرتي المستقبليه تخدم في هاد البيت انا كريت يا خويا خاطيبك خاطيبك اه خاطيبك انا فرصه اشراق اشراق اسمح لي والله يلا نمشيو يلا نوجدوا الاس واه يلا سلام